السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم بشاير المنوري، مدربة ولاعبة لأكثر من 10 سنوات في فريق الأدعم لألعاب القوة، وعضو في مجلس الشباب الأدعم، المبادرة التي طرحتها اللجنة الأولمبية القطرية لفئة الشباب، وتم اختياري من ضمن هذا الفريق. طبعاً من أول إنجازاتي في 2014 لما كنت في فئة الناشئين، توجت كبطلة غرب آسيا وبعدها كبطلة الخليج في لعبة الوثب الطويل والثلاثي. حياتي الرياضية كانت وايد طويلة بس قدرت أجمع بينها وبين حياتي الدراسية، وأنا حالياً خريجة في هندسة البترول. أما من آخر إنجازاتي المشاركة في الدورة الأولمبية في طوكيو، ومن بعدها حصلت على شهادة المدربين في المستوى الأول لألعاب القوة، وحالياً لاعبة ومدربة في الاتحاد القطري لألعاب القوة. طبعاً ما قدرت أوصل لهالإنجازات إلا بوجود ناس مهمة في حياتي وساندوني وقفوا معاي. طبعاً أبوي من الناس المهمة في حياتي، ساعدني ومن أنا صغيرة إن أنا أمارس الرياضة، وكان ياخذني يومياً من البيت إلى الملعب بس عشان هو كان حاب إنه يشوفني في مكان وايد كبير، وسبت هالشيء صار عندي ثقة وايد كبيرة في نفسي إن أنا أكون شيء مهم في الرياضة في بلادي. طبعاً ما ننسى دراستي، كان وادي شجعني لدرجة أنه هو في أول يوم لي في الكلية كان موصلني لين أول كلاس لي. أبوي كان أكثر شخص أنا أحبه يكون موجود معاي، أصلاً بس وقفته عندي في الملعب كانت تعطيني دافع وايد كبير. أما بالنسبة للشخص الثاني اللي وقف معاي خصوصاً في سنواتي الأخيرة، النجم العالمي طلال منصور، وجوده كان حافز ودعم لي في حياتي الرياضية، كنت وايد استفيد من خبرته السابقة في نفس هذا المجال. احنا جدا محظوظين بوجود هالشخصية الملهمة معنا اللي نقدر نستفيد من خبراتها السابقة وإنجازاتها. بمناسبة يوم المرأة العالمي، حطي أهدافك وحافظي عليها وحققيها، راح تحصلين من يساندك ويوقف معك. كل عام وانتي امرأة قوية.